ايه؟ رفضت؟ معقولة؟ للأسف عبد المنعم باشا. طيب يمكن عايزة فلوس أكتر؟ قلنا لها كل اللي عايزاه برضه رفضت. طب رفضت ليه؟ قالت إنها مرتبطة بمواعيد سفر، وحتى خليت إسماعيل ياسين يتدخل وبرضه رفضت للأسف. طيب سيبكم منها، بقيت اللي أنا طلبته منكم يتنفذ بالحرف. أكيد يا عبد المنعم باشا. وش يقول أنا موضوع تحية كاريوكا كده؟ تحت أمرك يا باشا. إيه يا ست تحية؟ ده مفيش حد في مصر كلها قال لي عبد المنعم الخادم لا. لا يما، مش هسيبك تمشي ولا تسافري أبدا. سيبيني براحتي يا تحية. يما حرام عليكي، بقيتي توحشيني. يا حبيبتي ما أنا معاكي طول الوقت أهو. وبعدين أختك وعيالها محتاجيني أكتر منك. ده غير خالك ومرات خالك والمنزلة والإسماعيلية. يعني أنت بتحبيهم أكتر مني؟ ياما حرام عليكي، عايزاكي تقعدي معايا زي قبل كده. قبل كده كنت بخاف عليكي. ودلوقتي ما بقيتيش تخافي عليا؟ يا لهوي يا تحية، ده أنا بخاف عليكي يا حبيبتي من الهوا الطاير. بس أنا الحمد لله دلوقتي بقيت مطمنة خلاص. أنت بقيتي مشهورة وناس ياما يتمنولك الرضا ترضي. الناس دي كلها كوم وحضنك انت كوم يا متحية. يا حبيبتي ما انا مش هغيب عنك، منين ما تحتاجيني هتلاقيني قدامك. عايزه فلوس يما؟ مستوره يا دنايا. ليه يما كده؟ كل ما بحاول اديكي فلوس ما بترديش، وكأن فلوسي كلها حرام. ربنا يغنينا بالحلال يا بنتي وينور لك طريقك. يا مدام صحية ساكنة هنا؟ خير يا حضرة الظابط. ساكنة هنا ولا مش ساكنة هنا؟ ساكنة هنا. استرها يا رب. خير يا حضرة الظابط؟ خير طبعا يا مدام، أنا جيت أطمنك إننا قبضنا على البنت الحرامية. مستورة؟ ما اسمهاش مستورة. يا بنت الإيه؟ وكمان كدابة؟ ده أمر طبيعي يا مدام، كلمنا حضرتك على التليفون كتير. تليفوني عطلان من امبارح مش عارفة ليه. عموما حصل خير، حاجة حضرتك موجودة وتقدري تعدي تاخديها في أي وقت ونقفل المحضر. ضيعت نفسها ودي هتتسجن على كده؟ طبعا، دي ما طلعتش أول سرقة. دي لسه جاية من الصعيد. دي ما طلعتش صعيدية أصلا يا مدام. أمال إيه؟ طلعت بنت شغالة كومبارس. كومبارس؟ من التحقيق معاها اكتشفنا إنها تعرف عن حضرتك إنك طيبة قوي وكريمة قوي، عشان كده حبكت التمثيلية على حضرتك لحد ما عملت عملتها. معقولة؟ معقولة في كده؟ واكتر من كده، احمد ربنا اننا قدرنا نوصل لها، لكن الحقيقة حضرتك على جانب كبير من الخطأ. انا عملت ربنا يا حضرة الظابط. لازم حضرتك تكوني حريصة اكتر من كده. عموما حصل خير ومستنيين حضرتك في اي وقت. انا مش عارفة اشكر حضرتك ازاي. بعد اذن حضرتك. مع السلامة. الله يسلمك. متشكرة قوي قوي. فين أوضة مدام تحية كاريوكا؟ وعايزها في ايه حضرتك؟ اللي انا عايزها فيه هقوله لها بنفسي. انت مالك انت؟ لا مؤاخذة يا بيه، هقول لها مين؟ عبد المنعم باشا الخادم. ادخل. لا مؤاخذة يا هاني، في واحد بره بيقول اسمه عبد المنعم باشا الخادم. عبد المنعم الخادم؟ خليه يتفضل يا سباع. اتفضل يا بيه. ايه يا توح، عايزه تحرمينا منك ليه؟ جرأة يا باشا، هو ينفع الكلام كده واحنا واقفين؟ تستريح الاول وبعدين نتكلم. اتفضل. انا مش هستريح الا لما توافق ان انت تيجي تنورينا الليله، ولا احنا ملناش نصيب في الجمال ده؟ والله يا باشا مش عارفة أقولك إيه، لكن يعني الحقيقة إن أنت عزيزة علينا قوي.
واحنا مش هنتنازل عن وجودك معانا في الفرح. ساعتها هيبقى الفرح فرحي. والله يا باشا انا كان بودي، لكن حقيقي عندي ارتباطات، وضيف لده كمان اني عندي سفر لبنان. طيب خلاص نخلص الفرح ونسافر مع بعض لبنان. نسافر مع بعض ازاي؟ انا هقولك ازاي. تعرف ان توحة اتجوزت وفي لبنان دلوقتي بتقضي اسبوع عسل؟ اتجوزت مين؟ عبد المنعم الخادم. انت تعرفه؟ اه طبعا يا فريد اعرفه، بس بسرعة دي. انت عارف توحة بقى ملهاش في كلام الرغي وقصايد الحب، اول ما بتلاقي حد عايز يتجوز بتتجوز على طول. لازم تركز شوية يا فريد، تختار مرة بقلبها. اختارت بقلبها قبل كده يا رشدي، كانت ايه النتيجة؟ تعرف يا باشا، في كل مرة أجي فيها بيروت لازم أنزل في الفندق ده وفي نفس الأوضة دي. وش معنى دي بالذات يا توحة؟ عشرية بقى. هما مش بيقولوا عليا كده برضو يا باشا؟ قمر يا توحة، قمر. يا كاريوكا هترجع امتى من لبنان؟ طالما الاستاذ صلاح ابو سيف سال السؤال ده يبقى اكيد عايزها في شغل. يبقى اكيد فيلم جديد. فيلم مهم جدا، نفسي يطلع زي ما انا عايز، وده اللي مخليني قلقان جدا. وطالما الاستاذ صلاح قال ان هو قلقان جدا يبقى اكيد هيطلع فيلم جامد جدا. يا ريت يا رشدي، يا ريت. المشكلة عندي في دور البطلة، والمشكلة اني مش شايف غير تحية كاريوكا. مالك يا توحة؟ مش قادرة اصدق ان يجي عليا اليوم اللي أشوف فيه الست أمينة محمد والناس بتتريق عليها كده، ويوصل بيها الحال إنهم يطلبوا منها تنزل من على المسرح. مش هي دي الرقاصة اللي اتفرجنا عليها امبارح في المسرح؟ كانت غزال. كبرت وتخنت، بان عليها السن قوي. هي دي سنة الحياة يا توحة.
ايه يا طه؟ سرحانه مني ليه؟ كل نجم لازم يحترم تاريخه ويحترم جمهوره ويحافظ على نجوميته. قصدك ايه؟ انا مش هستنى بقى امينه محمد يا منى. ايوه بس انت مش زي اي حد يا توحى. انا قررت اعتزل الرأس. انا شايف ان قرار اعتزالك قرار انفعالي. وانا ما اقولش كلمه وارجع فيها ابدا يا باشا. المساله مش كلمه يا توحى، ده تحديد مصير. وبعدين ما تنسيش انك في عز شبابك وعز نجوميتك. مش هرقص تاني. عموما انا يسعدني القرار، لكن يحزنني لو تراجعت ورجعتي واحرجت نفسك قدام جمهورك. اطمن، انا قلت اني مش هرقص تاني. اللي عايزني ممثله اهلا وسهلا، لكن كباريهات وحفلات خلاص. واول ما اوصل مصر هبلغ كل الجرايد بقراري. طب يلا عشان العربيه جت عشان نلحق المطار. تمشي وتسيبيني؟ طب كنت قولي. والله ياما لسه ما اتفطمت، لسه ما اتفطمتش من حبك ومن حضنك. وانا اللي جايه طايره، فكري انك هتبقي فرحانه بالقرار اللي كان نفسك تسمعيه من زمان يا متحيه. تعملي فيا كده وتغدري فيا وتسيبيني؟ ليه الحبايب بيمشوا ويسيبوني يبكي وبنار الفراق؟ من حضنك يا غالية ليه بتسيبوني؟ كنتوا خدوني معاكم، كنتوا خدوني معاكم بتجربوا تشوفوا غلاوتكم في قلبي. سليمان يمشي ويسيبني وانتي بعده. الحبايب كلهم بيمشوا مره واحده، طب اعمل ايه من غيركم؟ فين الصدر الحنين؟ فين القلب اللي بيخاف عليا؟ انا عارفه انهم كانوا بيعايروكي بيا. بنتك رقاصه، بنتك رقاصه، بس والله ياما وشرفك وشرف ابويا عمري ما عملت حاجه حرام. حافظت على نفسي عشان وعشان ابويا وقبلكم عشان ربنا. يا الحبايب يا اللي بيكسبوني وحدانيه، ليه بتعملوا فيا كده؟ ليه بتجربوا غلاوتكم في قلبي؟ يا يما خساره، خساره انها تبطل رقص. توحى اذكى رقاصه قابلتها في عمري، واصل الرقص مش هز وسط. الرقص ده فن وثقافة ووعي باللي بيقدمه الفنان، وهي عندها كل الحاجات دي. توحى دي فعلا ذكية يا إزاك، بتعمل اللي ما قدرتش غيرها تعمله، بتعتزل الرقص وهي في قمة نجوميتها وجمالها.
عشان تحافظ على صورتها الحلوة في عيون كل اللي حبوها. يمكن يكون عندها سبب تاني. أظن إن هو ده السبب الحقيقي يا زكي. أنا من خلال علاقتي وعشرتي بتوحة أأكد لك إن هو ده تفكيرها. خصوصاً إن هي دلوقتي بقت ممثلة لها اسمها ومكانتها. وقرارها إنها تكمل في التمثيل بيأكد إنها مش ضد الفن ككل. بدليل إن هي مكملة كممثلة. يبقى قرارها بخصوص الرقص وبس. اللي هتفضل برضه محتفظة بمكانتها اللي وصلت لها فيه. تحية كانت تقدر تدي في الرقص سنين طويلة كمان. بس هي أحسنت اختيار التوقيت. توقيت في منتهى الذكاء. يا ريتني أنا كمان قدرت أتعامل معاها بنفس الذكاء ده. الله، أنت لسه صاحية يا حبيبتي؟ مستنياك يا حبيبي. بقول ايه يا توحة؟ ما تيجي نروح الفيلا. ما احنا هنا كويسين يا منى. كالعادة. أنا مش عارف ايه اللي عاجبك في الشقة دي. خلاص بقى، خدت عليه. العشرة يا منى. ما أنا نفسي يبقى في عشرة بينك وبين الفيلا. هيحصل يا حبيبي. تحب أجهز لك العشاء؟ لا يا حبيبتي، أنا تعشيت برا. يلا بينا ننام. نام أنت يا حبيبي، أصل أنا لازم أعمل مكالمة مهمة للأستاذ صلاح أبو سيف. طب ليه بالذات دلوقتي؟ الوقت متأخر. أصله بعت لي حتة فيلم يجنن يا منى، اسمه شباب امرأة، وأنا موافقة أشتغل فيه. أنا حاسة إنه هيبقى نقلة مهمة قوي في مشواري الفني. طب يا حبيبتي، تصبحي على خير. وأنت من أهل. الو استاذ صلاح، انا تحيه كاريوك. ميرسي يا استاذ، اما حضرتك بعت لي حته فيلم يجنن، انا من حلاوته هقراه مره تانيه قبل ما انام. طبعا طبعا، ده انا اللي يشرفني اشتغل مع حضرتك، وجاهزه كمان امضي على بياض. اقطع دراعي اما كانت خايفه مني دلوقتي. تحيه، هتخاف منك ليه؟ طبعا عشان سحبت البساط من تحت رجليها، ما بقاش في حد دلوقتي ما يعرفش مين هي ساميه جمال. وده ثابت لك ساحه الرقص، برتعي فيها زي ما انت عايزه. جرى ايه يا رشدي؟ كل مره نجيب فيها سيره تحيه تبقى مش طايقني. هنروح على فين دلوقتي؟ كانك بتقولي انزلي من العربيه. يكون احسن. كده يا رشدي بتعاملني انا كده؟ أنا آسف يا حياتي،